بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملاء المحامين، في هذا اليوم أو في هذا الصباح الجميل اسمحوا لي أوجه التحية لكل محامين مصر وهنيهم بمناسبة العام القضائي الجديد الذي بدأ بمجموعة من المشكلات توجب الأمس فصل في أعلى مستويات التنسيق والترتيب يحسب للمحاماة والمحامين كافة. ملحمة من التوفيق، لم يكن المحامون وحدهم هم أطرافها، بل كان المحامون والنيابة العامة والشرطة المصرية بقيادة وزارة الداخلية هم من صنعوا هذه الملحمة. حادثة الاعتداء على زميلنا الأستاذ أحمد رمزي حادثة مشهودة كلنا شفناها، أثرها باين من غير تفاصيل على وجهه. بدأت بحشود المحامين اللي تنادت من أجل مساندة زميلهم، وما تم من انضباط رفيع المستوى لمحامين المحلة كافة، وأيضا حضور مشرف لمجلس النقابة الفرعية نقيبا وأعضاء وعضو النقابة العامة. كل محامين الغربية تقريبا كانوا في مشهد الأمس وكانوا على أعلى مستوى من المسؤولية، كانوا مدركين أنه الحفاظ على حق زميلهم يأتي من الوصول أو الولوج إلى الطرق والوسائل الصحيحة للوصول إلى هذا الحق. إحنا أمام خطأ، وخطأ جسيم وقع في حق زميل لنا بشكل غير صحيح، يقتضي المراجعة ويقتضي المواجهة ويقتضي العقاب. امبارح تواصلنا النقابة العامة، وأنا من شرفت بهذا التواصل مع كل زملائي المحامين تقريبا مع الأستاذ أحمد ومع زملائي في قسم الشرطة، مع النقيب الفرعي، مع مجلس النقابة الفرعية، مع عضو النقابة العامة، مع محامين مصر الذين كانوا يتساءلون وماذا بعد. طوال الساعات الطويلة التي مضت لم ينم أحد في مصر تقريبا من المحامين، وأنا أشهد أن زملائي كانوا يتصلون بي لما قبل صلاة الجمعة، يعني أكثر من ليلة كاملة ونهار كان هناك تواصل من المحامين عما يجري. استطعنا أن نحرر المحضر وأن نصمم على اتخاذ الإجراءات القانونية دون تنازل ودون تصالح ودون قبول لما حدث من عدوان. وكان أول إجراء يقابل هذه الوقفة المشهودة هو التواصل مع وزارة الداخلية بقيادة وزيرها الذي ما أن سمع بتفاصيل الواقعة وحصلها تحصيلا دقيقا حتى أصدر أمره بإيقاف الضابط عن العمل والتحفظ عليه وأحالته للتحقيق وتقديمه للنيابة العامة في ذات اليوم وفي ذات الساعة. تواصل معنا أيضا رئيس جهاز الأمن الوطني الذي كان ينقل حرص السيد وزير الداخلية على سيادة القانون وعلى أن كل الأطراف تأخذ حقها طبقا لما نصت عليه القوانين واللوائح دون أي مجاملة لأحد. يشهد أيضا لهذه الأجهزة التطور الرفيع المستوى في الأداء. احنا شفنا حرص الوزارة، مش بس التحفظ ومش بس الحالة الاحتياط، إنما منعت استخدام أي إجراءات كيدية كانوا بعض الخصوم بيتخذوها لما المحامي يقدم شكوى تقدم ضده شكوى مضادة ونصبح أمام شكوين. ده اتمنع لما حاولت بعض الضباط ان هم ينشروا على الفيس صفحات إساءة أو استفزاز للمحامين منعوها. دي إجراءات الحقيقة لم تكن تحدث من قبل، وده تطور إيجابي رفيع يجب أن احنا نتمسك به ونشد من أزر أصحابه ونحيي أصحابه بدءا من وزير الداخلية ومرورا بكافة مساعديه وأجهزة المعاونة بما فيها مدير أمن المحلة أو مدير أمن الغربية. الحقيقة ما كانش المشهد كده فقط، إنما حتى أمس كان تم القبض على 3 محامين. عندما أبلغت بالقبض عليهم تواصلت مع الوزارة
التي فحصت الأمر سريعا وتم إخلاء سبيلهم أيضا مساء أمس، يعني أقل من ساعات قليلة كان أبنائنا وزملائنا موجودين في بيوتهم بعد التواصل الذي تم مع وزارة الداخلية. المشهد أو المشهد الثالث الذي يكمل ويتمم ما قمنا به مشهد النيابة العامة. أيضا النيابة العامة تواصلنا أو تواصلت وكان اتصالي مع المحامي العام للمحلة، مع المحامي العام الأول لسقناه في طنطا، ثم مع المستشار النائب العام، فاكتشفت أنه مع الأحداث لحظة بلحظة وساعة بساعة ومتابع لكل ما يجري من إجراءات قبل التحقيقات، وحرصه على دقة ضبط إيقاع القضية الجنائية وضبط الاتهام فيها بشكل يعطي للمحامي حقه ويعطي للقانون حقه. وكان حتى آخر اتصال تم بيني مع السيد المستشار النائب العام أصر على أن يصدر قراره بحبس المتهم الضابط ببيان يصدر عن وزارة عن المكتب النائب العام ببيان تؤكد فيه النيابة العامة ما جرى من إجراءات وتحصرها. وده تطور جديد في العلاقة، وده تطور حميد في العلاقة بيننا وبين النيابة العامة، نتمنى أن يتم تطويره ونتمنى أن يتم دعمه. كل شكري رغم أن القاضي لا يشكر، لكن أشكر الحالة الوطنية المهنية الرفيعة للنيابة العامة وللشرطة وأيضا للمحامين أصحاب هذا المشهد، اللي أنا يعني عاجز عن تقديري لكل حماساتهم المختلفة وتواصلهم طوال الليل معي حتى ظهر اليوم التالي في اتصال مستمر للاطمئنان عن صحة الزميل والاطمئنان عن حالته الصحية والاطمئنان أيضا عن موقف القانوني والاطمئن على سلامة الإجراءات، رغم أن هم تعرضوا لمحاولات للتشكيك في سلامة ما تم من إجراءات، فالبعض شكك في أن هناك قرار بالإيقاف، البعض شكك في أنه مقبوض عليه، البعض شكك في أنه سوف يحقق معه، البعض شكك في أنه سوف يحبس، البعض شكك في أن هناك تواطؤ على الإجراءات الصحية على الشاكي أو المجني عليه. محاولة التشكيك إحنا عارفينها في وسط المحامين، عارفينها في المناسبات الانتخابية، إنه كلما اقتربت المواعيد الانتخابية كلما اقتربت محاولات التشكيك والإساءة. أرجو أن نحذف هذه الصفحة لأنها صفحة لن تعطلنا عن أداء دورنا. ما حدث في قضية المحلة هو تؤكد تلاحم والتنسيق والتدقيق والترابط بين النقابة العامة والنقابة الفرعية وبين المحامين، يؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية ويؤدي في النهاية إلى قرارات يحترمها الجميع وتحترمها كل الأطراف. لأول مرة نحن نقدم نموذج جيد، نموذج أنا فخور به من أبناء المحامين، مشهد ما زال في ذهني، لن نترك القضية، سوف نستمر ونتواصل فيها حتى يحصل المحامي على كامل حقوقه دون أي تنازلات يمكن أن تفرض علينا أو يمكن أن تقدم منا مهما كانت الظروف ومهما كانت الملابسات. خالص تحياتي وتقديري لكم جميعا ولكل من آذرنا ولكل من سندنا في الوصول إلى بر الحقيقة والحق.